السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، أهلاً بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من القاهرة الإخبارية. شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل في خان يونس، وأن الطواقم الطبية تعجز عن الوصول للمصابين. كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف الاحتلال منطقة الملالحة غرب خان يونس. وفي الشمال شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على غرب بيت لاهية شمال قطاع غزة، حيث اندلعت مواجهات بين الفصائل الفلسطينية وجنود الاحتلال. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها قرية تابيتا جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد حفص أبو زيد وصادرت مركبته خلال اقتحامها مدينة بيت لحم. هذا وانسحبت قوات الاحتلال من قليقلية بعد انتشارها في عدة أحياء بالمدينة، كما انسحبت أيضا من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بعد اقتحامها واعتقال شقيقين منها. ومن جهة أخرى استهدف شبان فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام مدينة تياسير جنوب مدينة طوباس. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين استهدفوا سفينة يوم الجمعة الماضية تحمل مواد قابلة للاشتعال في خليج عدن، وأشارت إلى تمكن سفن أمريكية وفرنسية وهندية من إخماد حريق اشتعل في السفينة جراء الاستهداف وتأمين حياة البحارة. وأضافت القيادة الأمريكية أن الهجوم الحوثي كان بصاروخ باليستي على السفينة التي ترفع علم جزر مارشال، مؤكدة أنه لم يسفر عن إصابات بشرية وأن السفينة تواصل طريقها المعتاد. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الهجمات الحوثية لا علاقة لها بالصراع في غزة. نهاية الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.